لقد كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة الساعات الست الأولى كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة، واستعادت الأمة الجريحة شرفها. كلمات ليست كمثلها، فقد تغيرت بعد هذه اللحظات الخريطة السياسية في الشرق الأوسط، وما أعظم ما وصلت إليه بفضل تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ونفذوا معركة العزة والنصر. سيمفونية عظيمة قاد عازفيها مايسترو محترف، لاحت لهم في الأفق بوادر النصر، ولأن بعض الاعتزاز إيمان، فقد تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور خط بارليف المنيع، وأقامت جسوراً لها على الضفة الغربية، بعد أن تمكنت من إفقاد العدو توازنه في 6 ساعات. 50 عاماً والقوات المسلحة المصرية بمثابة عمود الخيمة لبقاء الدولة ورفع هامتها، ولا طالما كانت الصخرة التي تحطمت عليها مطامع الأعداء ومطامح الخونة. ومن هنا جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة المصرية، رافعاً شعار الدولة التي لا تمتلك سلاحها وقدرتها العسكرية الرادعة لا تمتلك قرارها السياسي. قدرات وقوات وإمكانيات جديدة استحدثتها وأضافتها القوات المسلحة لتحقق الهدف وتساير النظم العالمية المتقدمة وتتعامل بآليات الحروب الحديثة وما ألقي على عاتقها من مقاومة الإرهاب، وهو ما تجلى في صعود ترتيب الجيش المصري ضمن قائمة أقوى الجيوش عالمياً. لم يصل الجيش إلى هذه المرحلة من الكفاءة والتطوير بسهولة، فطيلة السنوات الماضية تم تطوير القوات على محورين: الأول هو بناء وتطوير الفرد ومهاراته، والثاني هو كفاءة وحداثة السلاح المستخدم، فنجحت القوات على الصعيدين نجاحاً باهراً، ولذا جاءت إشادات بكفاءة العناصر في التدريب مع دول شقيقة وصديقة. تساهم القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة خلال الوقت الراهن، وتستغل ما لديها من طاقات في مختلف التخصصات والقطاعات لخدمة مخططات التنمية في إطار خطة طموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وتحقيق طفرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري. شاركت القوات في بناء قاعدة صناعية وإنتاجية متطورة تلبي جزءاً من احتياجات الدولة، وعاونت مؤسسات القطاع المدني في طرح جزء من الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلي لتحقيق التوازن والاستقرار النسبي في الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. هذا وتظل عجلة التطوير والتحديث مستمرة لا تتوقف، حيث تعمل القوات المصرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري وتماسك الهوية الوطنية من أجل دولة قوية وعصية على الانكسار.